السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة القاصة والأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة نهلة الشقران. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة والإبداع. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية. أهلا بكم. شيع في بغداد جثمان عميد المسرح العراقي الفنان يوسف العاني بحضور جمهور من الفنانين والإعلاميين الذين عبروا عن حزنهم لفقدان فنان كبير أسهم عبر أجيال متعددة بالارتقاء بالفن العراقي من خلال ما قدمه من أعمال أغنت الذاكرة والمشهد الثقافي داخل العراق وخارجه. نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي معرضاً تشكيلياً بعنوان رؤى شرقية للتشكيلي العراقي شاكر الآلوسي والنحات ناطق الآلوسي بحضور جمهور كبير من المهتمين بالفن التشكيلي. وضم المعرض أكثر من 65 عملاً فنياً بين لوحات تشكيلية وأعمال نحتية من البرونز. اختتمت في مدينة السلط الأردنية أعمال مهرجان السلط الثالث للثقافة والفنون والذي أقامته مديرية ثقافة البلقاء والهيئات الثقافية في المحافظة. وشهد المهرجان على مدى يومين متتاليين عروضاً مسرحية ومعارض للكتب والنحت والخزف والملبوسات التراثية ومجموعة من الندوات والمحاضرات. ونبقى في الأردن حيث تنطلق الثلاثاء المقبل 8 من تشرين الثاني الجاري وعلى مدى يومين متتاليين فعاليات الموسم 38 لمجمع اللغة العربية الأردني والذي سيقام تحت عنوان اللغة العربية في التعليم. وسيضم الملتقى 6 جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين الأردنيين. أعلن المجلس الأعلى للثقافة المصري عن فتح باب الترشح لجوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وكذلك لجوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك في موعد أقصاه في 31 من كانون الأول 2016. وفي مصر أيضاً اختتمت في العاصمة القاهرة فعاليات الدورة 14 من مهرجان الساقية المسرحي والتي نظمتها ساقية عبد المنعم الصاوي. ويركز المهرجان على التجارب المستقلة في المسرح المصري واستقطاب المواهب الشابة في كتابة وإخراج وتمثيل العروض المسرحية. يختتم السبت 5 من تشرين الثاني الجاري أعمال الصالون الدولي للكتاب في الجزائر بدورته 21 والذي نظمته وزارة الثقافة الجزائرية تحت شعار الكتاب تواصل دائم. واستقبل الصالون ما يزيد عن 900 دار نشر عربية وأجنبية فيما حلت مصر ضيف شرف على هذه الدورة. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة القاصة والأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة نهلة الشقران. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة والإبداع. مرحبا بك دكتورة نهلة، ضيفة على فضاءات. أهلا وسهلا أستاذ محمد نصيف، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا على الإبداع المتواصل منكم ودعم المبدعين وتشجيعهم في كل مكان. أهلا وسهلا. بودي أن نسمع نص من مجموعتك القصصية. آخر إصدار كان أنثى تشبهني. أنثى تشبهني كان أمس توقيعها في المكتبة الوطنية. نعم. هذا إصداري الثاني. نعم. بودي أن نسمع نصا من هذه المجموعة ثم نكمل حوارنا. سأقرأ جزءا من قصة. من قصة رجع أيلول. نعم. رجع أيلول وليس رجع أيلول. رجع أيلول نسبة إلى أغنية فيروز المعروفة. رجع أيلول يعني استعملنا المصطلح العامي ما بين اللغة الفصيحة. نعم.
ليالي أيلول تشبهك أيها الغالي، وصوت الهواء كصوتك في تلك الليلة الأخيرة لي معك. سألتني ماذا تحبين أن تسمعي قبل النوم؟ سألتني وعيناك تبكي الرحيل وتستجدي لحظة أخيرة تنظر فيها إلي قبل أن أصبح لغيرك. لم تخرج الحروف مني وكأنني أصبت بصمم، لم تبق لي إلا عينان تحاولان بكل ما لديهما من بصيرة زجك في مقلتيهما حتى النخاع، وسحب صورتك في زوايا الجسد والفؤاد كلها، وتفقد كل عرق أو وريد لم تصله قطعة منك. تسري قشعريرة أعهدها في جسدي المثلوم، مذ كنا صغارا نلهو معا، وتأتي مسرعا وقد خبأت خلف ظهرك نصف قطعة الحلوى التي حصلت عليها من أحدهم، ووجهك يدخر فرح عمر خذلني وخذلك. قشعريرة لفح أيلول توجعني وتوقظ غربة لعينة في أوصالي، جاهدت عمرا كي أنساها وأبت إلا ملاحقتي كل أيلول. رجع أيلول، رجع أيلول، وعاد صوتك المذبوح معه يؤرقني ويبكي في خلايا جسدي، يعاتب ما بقي منه أشلاء بلا ورق ويسألني لماذا، وأفر من الحروف أبتلعها وأغص في دمي وحيدة غريبة بلا مطر أيلول ولا نافذة، ولا نافذة عتيقة تطل على ضوء مصباحك الندي، فأغفو قريرة هادئة ويريحني ظلك خلف المصباح، يهدئ روع طفولة مسلوبة لم تذق طعم أم، ما ألذه من طعم يا حبيبي البعيد. ما أجمل أن يكون للمرء أم تدفئ يديه في أواخر ليالي الشتاء وتزرعهما بين أصابعها بلا خوف ولا جزع. صوت يوقظني قبل شروق الشمس بقليل، وأشم رائحة زيت وخبز ومدفاة موقدة من فراش الدافئ وأنا مغمضة العينين. رجع أيلول، رجع أيلول. جميل. ما سر أيلول عند بلاد الشام؟ أيلول أنا طبعا عندما أقول بلاد الشام أعني كل هذه المنطقة، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا. يعني علاوة على الحادثة التاريخية الخاصة بأيلول، أنا أريد أن أقول سر أيلول عندي. أنا بالذات أحب أيلول، أحب لحظة الخريف، أحب تكسر الأوراق، أحب لحظة التجدد، أشعر بأن هذه اللحظة التي تأتي بين فصلين حادين، يعني نقول بين الصيف والشتاء، هي على حد تقديرها لحظة انبثاق حياة جديدة. فهو له طبعا وجود تاريخي معروف عند المنطقة العربية، لكن أنا أشعر بحميمية خاصة تجاه أيلول، لذلك رجوع أيلول له رمز وطني تاريخي وله رمز نفسي، وهو عودة الشيء المحبب إلى النفس، أن نعود إلى ذواتنا، أن نجد ما نفقد، أن نحصل على الحرية والحياة الكريمة، أن نثبت لأنفسنا أننا قادرون أن نكون. نعم، جميل. دكتورة، يعني من خلال الاطلاع على سيرتك الذاتية، على يعني أنت في بحثك لرسالة الدكتوراه اخترت اللغة والنحو، والنحو في اللغة العربية مادة معقدة وفيها إشكالية كبيرة، كثير من الباحثين بما بهم الرجال يبتعدون عن الولوج في هذا الطريق، في هذا البحث، بحث النحو. اختيارك لهذا الموضوع كبحث، هل هو تحدي كونك امرأة؟ صحيح، نعم هو كذلك. بداية اختياري اللغة العربية هو تحدي أيضا. أنا كنت في الثانوية العامة فرع العلمي، وكان بإمكاني أن أدرس أي تخصص علمي مثل الهندسة مثلا، لكنني رفضت ذلك، وأحب اللغة العربية جدا، يعني أشعر أنني أتشربها في أوردتي، فهي يعني بالنسبة لي كالنبض.
عندما أكملت مرحلة البكالوريوس واستشرت أساتذتي في أي تخصص أدخل، كل الأساتذة كانوا يقولون كما أنت تقول تماما، ادرسي الأدب فهو مناسب أكثر للأنثى وهو جميل ولطيف، وباستطاعتك أن تقرأي الروايات والشعر وأن تحللي، وهذا ليس أمرا صعبا عليك. لكنني أردت التحدي، أردت أن أدرس اللغة والنحو بأساسياتها الموجودة في أمهات الكتب أولا، وبعد ذلك انطلقت إلى نظريات علم اللغة الحديثة، لأنني حاولت أن أدمج بين الأمرين في أطروحتي للماجستير، أطروحتي للدكتوراه، أن أوظف اللغة والنحو قديما ونظريات علم اللغة الحديثة في الأدب. فلم أترك الأدب أيضا، لكنني أخذت هذا الأدب اللي هو أدب الرحلات، كتبته في أدب الرحلات ووظفته لغويا، هذا الأدب الذي درس من نواحي عدة. سنتحدث نحن سنتحدث عن أدب الرحلات، لكن خلينا في موضوع النحو. هناك نسمع في بعض الأمسيات لكتاب، يعني كتاب صاعدون شعراء أدباء، أنه هناك تلكؤ، هناك عثرات في موضوع النحو. يعني بعضهم يقول لماذا تركزون على النحو وعلى اللغة و يعني تتجاهلون الفكرة؟ هل يمكن أن أتقبل فكرة بلغة نحو متعثر؟ هل يمكن أن يكون لا ذلك؟ لا طبعاً، نعم. طبعاً اللغة هي الأساس، وهي انبثاق المعنى، بدون اللغة يصبح المعنى لا فائدة له، حتى لو وضحت الصورة. يعني هنالك اتجاهات حديثة ظهرت فيما بعد ضد اللغة العربية وضد قواعدها، وكانت تنادي بهدم هذه القواعد وإعادة بنائها من جديد بما يناسب اللغة العامية. أننا نتحدث اليوم بالعامية، فما حاجتنا إلى القواعد والأساسيات الموجودة في أمهات الكتب والشواذ في اللغة العربية أكثر من القاعدة؟ لكن طبعا أنا ضد هذه الفكرة، هي الأساس، هي الذي الأساس الذي يبني ثقافة المرء وقدرته على التحليق. شعراء وكتاب كثر لا يتقنون اللغة، وهنالك أيضا متخصصون في اللغة ولا يتقنون اللغة، هذا وارد جدا على الساحة الثقافية، وهذا أمر مؤسف جدا ومحزن، ويجب أن تكون اللغة هي الأساس الذي دائما نتمسك به وندافع عنه، لا نبتعد عنه، لأن الأسهل لنا أن نبتعد عنه، نكتب كما نشاء، إن كتبنا كما نشاء وتركنا اللغة لم تعد هنالك جمالية ولا تذوق للفن الموجود في الكتابة التي نكتبها. نعم، مستوى الطلاب الآن الذين يدرسون اللغة العربية في الجامعات، حضرتك الآن أكاديمية، يعني تقدمين محاضرات في هذا المجال، في هذا الميدان، كيف تقيمين مستوى الطلبة الآن في مجال اللغة والنحو؟ للأسف المستوى في تراجع باستمرار، أعزي هذا الأمر إلى عدة أسباب. أعتقد أن أهم سبب أن الطالب الآن لم يعد يقرأ، لم يعد شغوف بالكتب، العولمة والإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور أخذت من وقتهم الكثير، فما عادت القراءة هي الدرجة الأولى بالنسبة لهم. ونجد كثيرا ضعفا في مواد النحو، يعني كثير من الطلبة قد يضطرون لإعادة مادة النحو أكثر من مرة، وهم يعني متخصصون في اللغة العربية. فأنا دائما أقول لطلبتي، كيف يمكنكم أن تقفوا أمام جيل كامل؟ كيف تنشئون جيلا وأنتم لستم على استعداد لذلك؟ سلاحكم الأول والأخير هو اللغة والنحو، من لم يتقن اللغة والنحو فلا تعني له شهادته شيئا أبدا. يعني مسألة هذا الضعف في اللغة وفي النحو، نحن أمة، يعني أمة بيان وبلاغة. صحيح. اللغة مهمة جدا في هذه الأمة، عقيدة هذه الأمة يعني اهتمت بهذا الجانب، كتاب هذه الأمة يعني نزل بلغتها اللغة العربية. هذا الضعف، هل هي مسؤولية اجتماعية، مسؤولية حكومية، مسؤولية من بالضبط؟ طبعا هي مسؤولية عامة، تبدأ من الأسرة، منذ أن يكون الطالب طفلا. يعني تأسيس الأسرة جدا مهم، أن نشجعهم على القراءة والثقافة ومطالعة كل ما هو مفيد وجديد، ليس فقط الاهتمام بكتبهم المدرسية، بل أن يكون هنالك ما يثري العملية اللغوية. بعد ذلك لابد طبعا المجتمع، المؤسسات التدريسية المدرسية، المؤسسات الجامعية، الاهتمام المجتمع بعقد دورات وعقد أندية خاصة باللغة العربية،
مراكز ثقافية تشجع تجذب الطلاب، لا تكون يعني المراكز جامدة هي فقط تعطي مواد تدريسية، لا، عندما ندخل في هذا الأمر التعليم عن طريق اللعب للصغار، القراءة عن طريق جذب كتب جديدة وأفكار جديدة لمخاطبة العقل الشباب بشكل سليم، لابد أن يكون هنالك طريقة معينة كي نجذبهم إلى القراءة. نعم، نسمع قصة أخرى إن شاء الله. هو المجموعة القصصية بعنوان أنثى تشبهني. نعم. بناء على ذلك سأختار القصة التي أنثى تشبهني، التي على نعم. القصة العنوان وهي المفتاح. نعم. قصة المجموعة أنثى تشبهني. صب روحه في جسدي وغادر أوردتي للتو. استنشقت عبقا وجدت فيه أثار لقاء قريب لم يغب عني منذ دهر مضى. نفسي تعرفه تماما وتدرك تشابها خفيا في خطوط باطن كفينا وعدد خصلات شعرنا الأبيض ومقدار الحرفي اللام والألف في كلامنا. كنت له منذ لحظة تدحرج أرواحنا في فلك سماوي وتجمعهما في بوتقة شهبية سرعان ما غادرت خلودها السماوي وداست بأقدام بشرية كائنا يسمى إنسانا. غلبتني صحوة الحلم فانتزعت من حقيبتي ذلك الدواء اللعين الذي أصبح رفيق الظل منذ حكم على فمي بالمرارة وعلى عيني بالاشتهاء وعلى قائمة مشترياتي بالتقلص والانمحاء. يدي ترتجف في حفنة ملونة ترتطم بها سرعان ما ألوحها بمهارة وأزجها زجا قسريا في قاع فمي. إنه المرض اللعين. تراتيل الفرح لم يعد لها موعد مسبق مع خلجات روح تاهت مني وبدأت أفتح أبوابي مشرعة لها فتدخل من أي باب شاءت. فلم يعد ليعقوب حاجة ولم يعد ليوميات كافكا مذاق يناسبه الانتحار. ورسائل العشق ضاعت من مذكرات مي زيادة وماتت قطرات مطر كثيرة قبل أن تملأ رحم سمائي ولم تعد حبلى بها رغم الاتهام بخطيئة أولى ترافق محيا يباغتها. كثرة العاشقين الذين يطلبونني للرقص تعجبني أتمنع ثم أتمايل على أكفهم مدرجة بحب من يهواني وبمئات أطواق الياسمين مكتومة الأنين ملقاة تحت قدمي وتعلو قهقهاتي فلا ترنيمة حزن تجلدني بعد اليوم. أما شرابي الليلي السمير فكان زجاجة دمع معتق لم تداعب أصابع يدي سواها مذ غاب طيف روحه عن عالمه وسكن عالمي. أظنني لم أغب عنه إلا ليلة البارحة وجهه المجهد ما زال في تعب وقامته العالية لم تنحني وصوته المضنى لم يفارق مسامعي بعد. قهوته تدغدغ أوصال حاضر كان ماضيا بصحبة ظله في حروف كلماتي كل ليلة وربطة عنقه الأنيقة لا تفارق ناظري وقلمه ما زال يرسمني في كل قصيدة عشق يقولها ويتغنى بها في حضرة عرش الفتاك. أرتشف قهوتي في كل رشفة أراه أتلذذ بطعم مرارتها كما لم أتلذذ به من قبل وأجلس معه. من قال إنه ودعني يوماً؟ من قال إنه سافر بصحبة شبابي وعاد محتجباً بردائي وقاري؟ قصص الغرام التي كتبتها كنت أنا بطلتها وأحلام أبطالي كانت بوجهي ويده لم تلامس إلا أنوثة ضلوعي وابتسامة ثغره رحلت معه بعد ضياع عمرينا في البحث عن روح واحدة سكنتني. وقصص عنتر وعبلة كتبت لنا والصحراء تاه بها ليلا يستنجدني واواوا اقترب مني وجلس بجواري حادثني بصمته المعتاد وبثني نجواه الأثيرة
وتغريبته المجيدة. سامحته ونسيت أني ركبت صهوة جموحي يوما وغادرت أنوثتي. قبل يدي فالتهبت أوردتي وسرت الحمى في جسدي الذي بعته يوما في سوق النخاسة. شممت قهوته في أنفاسي من جديد، دهنني بإراقة خلجات سر أودعه الخالق فيا. رجوته أن يبقى فلست إلا أنثى وغفرت له خطيئة العمر. أهديته ثوبا صنعته له، وكم فرحت أن مقاسه لم يتغير. أسمعته ترنيمة حزن واحدة كنت قد خبأتها في نفسي في ثقل، أردت أن أنساها، وأنا من تدري أن نسيانها لا يأتي إلا بسماعه لها. انحنيت للحظة كانت كفيلة بجمع أطواق الياسمين كلها دون أن تلحظني جموع الراقصين. سرجتها له عقدا بطول الليالي، بطول ليالي عمري قبل أن أجده. وهبته ما لدي من عطر ولؤلؤ وبطاقات الحب ودعوات العشاق وخطيئة الغنوم. دعوته لتناول الشراب معي في ليلة عشقه هذه لي، الليلة الأولى بعد الألف، وأخبرته بفرح غامر أن شهرزاد لم تمت ولم تروي إلا حكاية واحدة سلبت بها قلب حاكمها المحب، فلم يشرب إلا نخب حبه لها. وعندما أرقه العشق وآلمه مات على أعتاب بابها، على أعتاب بابها من أجل أن تحيا. سعدت بمعرفتي الحقيقة وأهديته إياها كي لا يموت وأحيا. أقسمت له إنني لم أخنه يوما، فكل عشاقي كانوا من ورق. كتبت لهم قصص العشق وأجدت حياكتها بيدي. ضحكت منهم وسخرت ورفضتهم، وطالهم غضبي فمزقتهم شر ممزق وألقيت بهم من نافذتي في ليلة مظلمة. انتابني دوار رهيب تبا لذلك المرض الذي لا تؤمن بواتقه. لابد أني بحاجة لحبة أخرى كي تعيد التوازن لجسدي وأستطيع الوقوف بسلام ومغادرة المقهى. ارتشفت الرشفة الأخيرة من فنجان قهوتي، ثم تجرعت الماء بمرارة تماثل مرارتها. وضعت قلمي في حقيبتي، نظرت في روايتي الأولى، ابتسمت في سري، فوليدتي الأولى ستطرق الحياة من جديد بعد أن طال انتظاري لها. هدهدت أوراقي برفق أم رؤوم، أودعتها الحقيبة بفرحة عمري الخمسيني. بدأت أشعر بتحسن ضئيل سأغتنمه إذن، وأغادر المكان الذي تحلو لي الكتابة فيه، ممنية النفس بعودة قريبة أقتنصها بصحبة أنثى تشبهني لكنها من ورق. جميل، سنكمل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة القاصة والأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة نهلة الشقران. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة والإبداع. أعود إليك دكتورة نهلة، يعني ونقف عند هذه القصة الجميلة. يعني المجموعة القصصية أنثى تشبهني، يعني بلغت فيها يعني النضوج في الكتابة، في التصوير، في اللغة الأصافية، لكن هذه القصة بالذات يعني أراها يعني حازت التميز في هذه المجموعة. استحضار النص القرآني حاجة ليعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، النص القرآني. استحضار فرانس كافكا الكاتب التشيكي وحالة الحرمان الألم والحزن التي عاشها، رسائل مي زيادة المليئة بالعشق والحزن أيضا بينها وبين جبران، طوق الياسمين قصيدة نزار قباني، ورأيت طوق الياسمين كالجثة البيضاء مكتوم الأنين، ثم مرور على أسطورة
ألف ليلة وليلة وشهرزاد. صحيح. يعني كأني أسمع شعرا في هذه هذه القصة. فعلا هي كذلك، يعني أنا لغتي شعرية نوعا ما في القصة. هذه القصة يعني تعتبر من القصص الحداثية، يعني التي تأتي بها الطريقة بعيدة عن الطريقة الكلاسيكية. يعني أنا الآن سعيدة برأيك، لو كنت ناقدا تقليديا لن تعجبك القصة. فالنقد هو أذواق، يعني في هذا الكتاب هو مجموعة من القصص، بعضها على الطريقة الحداثية وبعضها على الطريقة التقليدية. هذه القصة بالذات أنا قلت إنها مفتاح القصص. الأنثى هنا هي تبحث عن ذاتها بعد انقضاء العمر، تعود إلى الصورة التي كانت تتمنى أن تكون بها، لكن المرض يفاجئها بأنها ما عادت بمقدرتها أن تكون تلك الأنثى، وكأن العمر ضاع وهي تبحث عنه. لذلك كما رأيت أنت موظف بها رموز كثيرة وإشارات ودلائل، لأنها فعلا موحية لحالة مجسدة بشكل كبير جدا في المجتمع، حالة تخص الأنثى عموما. ما الخيط الرابط بين هذه الأحداث؟ يعني كأني أرى الألم، الحزن، الفقدان. صحيح. حرمان، يعني ألم، حزن، فقدان، يعني ضياع، فقد ضياع. هي الآن خلاص في مرحلة الضياع. وكافكا أيضا عاش حالة حرمان. صحيح. وألم. يعني ماي زيادة أيضا كانت لم تتوج بلقاء. وطوق الياسمين الموجود في قصة نزار قباني أيضا تلصت الجانب دوسة حزين بالقصيدة، دوسة بالأقدام. نعم. تماما كهذه المرأة عندما يرى طوق الياسمين على الأرض تدوسه الأقدام. صحيح. يعني شهرزاد أيضا ألف ليلة وليلة أيضا تعبت شهرزاد حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها في إثبات ذاتها أمام الحاكم. في نهاية القصة أنا أقول عدت لكن بصحبة أنثى تشبهني لكنها من ورق. فهذا هو الضياع. هي لم تعش الحياة، هي ترسم الحياة، تصفها في رواياتها، لكن فاتها العمر وانقضى الأمر، فما عاد لها رغبات ولا شغف في الحياة ولا حب، تماما كالرموز التي ذكرتها في القصة. أيضا جربت حظك في كتابة اللون الآخر من الأدب وهو المسرحية. كتبت مسرحية فينوس، وأظن أنك شاركت فيها في بعض المسابقات. فينوس آلهة الجمال عند الرومان، اختيار هذا العنوان ماذا يعني عند دكتورة نهلة؟ هذه القصة حصلت بها على مركز على مستوى الجامعات الأردنية عندما كنت طالبة، وبعد ذلك مثلت على مسرح المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك. كنت أنا أدرس الطالبات في هذه المدرسة وقمت بإخراجها، ومثلوها الطالبات بشكل جميل جدا. الفكرة في فينوس هي دائما تحتاج أن تعيها الأنثى، ودائما يجب أن تطرح بأن الجمال ليس هو الأساس، الجمال الشكلي الخارجي ليس هو الذي يقود إلى تحقيق ذاتك، بل الجوهر. ففكرة فينوس آلهة الجمال طرحت في المسرحية عن طريق وجود بطلتين، كل واحدة منهما تتمنى ما يوجد عند الأخرى، القبيحة والذكية في آن واحد، والجميلة والغبية في آن واحد. فتلك تريدها ما عند هذه، وهذه تريد ما عند تلك. فخلصت من ضمن الأحداث التي كتبتها في المسرحية ومثلا بأن طبعا جمال الشكل يفنى ويزول، وجمال الجوهر هو الباقي الأزلي الذي هو جوهر الجمال وأساسه. من الإصدارات الحديثة لك هو كتاب أو خطاب أدب الرحلات، ومعروف هذا الأدب أو يعني هذا الجنس الأدبي عند العرب والمسلمين. يعني كيف يمكن أن نصنف أنه هذا الأدب أدب رحلات؟ هل أي رحلة يكتب فيها الراحل أو المتنقل عن حياته، يوميات المدينة عشها، ممكن أن نقول عن هذا الجنس من الكتابة أدب رحلات، أم أنه يجب أن يكتب بلغة أدبية معينة حتى نقول عنه أدب رحلات؟ طبعا أكيد بلا شك، يعني بعضهم يكتبون في الرحلات، لكن قد تكون الكتابة ذاتية، سيرة ذاتية لهم ليس أكثر، مجرد وصف مشاهد عامة أثرت في نفوسهم. أيضا يعني من جانب آخر نحن نريد أن نميز ما بين الكتابة الأدبية في الرحلات والكتابة الذاتية، وما بين الكتابة الجغرافية في الرحلات والكتابة الأدبية. فبعض الكتب نقول هذه كتب جغرافية وليست أدب رحلات، وبعضها نقول هذه كتب ذاتية. يجب أن يجمع بين الأمرين، أولا أن يصف الأماكن
المشاهد الجديدة التي يراها كما يراها في نفسه، كما يعود أثرها على نفسه، ثم كما توظف جغرافيا وتاريخيا وإنسانيا. يجب أن يركز على الجانب الإنساني في وصف العادات والشعوب والتقاليد، ويتنقل بنا من مكان إلى آخر بحيث يعطي تصورا كاملا عن المكان الموصوف، وفي الوقت ذاته يجيد في استخدام اللغة الخاصة، اللغة الراقية في وصف المشاهد التي يراها. متى عرف العرب والمسلمون هذا النوع من الأدب؟ طبعاً يمكن تحديد فترة. العربي ولد رحالاً. نعم. العرب هم رحل في بداية حياتهم. قبل الإسلام كان رحالاً، لكن مع بداية الإسلام ربما نشط نوعاً ما الأدب الرحلات، لأنه وظف لأجل الفكر الإسلامي، من أجل طبعاً الفتوحات الإسلامية، من أجل نشر الدعوة، من أجل إرسال من يعلمون القراءة والكتابة، من أجل التجارة، من أجل المرعى، وأيضاً هنالك رحلات من أجل اللغة. كان علماء اللغة يتنقلون ويرتحلون إلى أهل اللغة الأصحاح لينقلون اللغة كما هي في أصولها. فلا نستطيع أن نقول أن أدب الرحلات هو أدب حديث أو أدب قديم نوعا ما ولد في قرن معين. لا، الإنسان أنا دائما أقول ولد رحالا. لكن أنا مثلا في أطروحتي في الدكتوراه اللي هو خطاب أدب الرحلات، أخذت أدب الرحلات في القرن الرابع الهجري. نعم. خاصة لماذا القرن الرابع الهجري؟ لأن في هذا القرن نضجت اللغة الأدبية المستعملة في أدب الرحلات، ونستطيع أن نميز بين الجغرافيا والأدب. نستطيع أن نقول بأن أصبح له سماته الخاصة وخصائص الفنية وصبغته التي تضفي عليه نوعا من الخصوصية في القرن الرابع الهجري، وعرضت لمجموعة من الرحلات. طب في هنالك رحلات كانت تدرس منطقة معينة بعينها تخصص، وبعضها لا، كان يتحدث عن مناطق كثيرة. بعض الرحلات كانت تركز على الجانب التاريخي فقط، بعضها على الجانب الجغرافي، وبعضها على الجانب الإنساني، وقلة التي جمعت بين الأمور جميعا. المعروف كما قلت طبعا أدب الرحلات ركز على يعني طبعا مزج بين السيرة الذاتية اللي الكاتب، يوميات المدينة، أسواقها، حياتهم، عاداتهم، أيضا الطبيعة الجغرافية للبلد الذي يزوره هذا الرحالة. هل احتوى أدب الرحلات يعني موضوع الأساطير وموضوع الخرافات؟ أكيد بلا شك كان موجود، خاصة في رحلة ابن فضلان كان هنالك حديث كثير عن أساطير أكلت لحوم البشر، وأساطير غريبة، وبعضها يعني قد لا يمت للواقع بصلة، بعضها قد يكون فيه جزء من الواقع، لكن خيال الرحالة أراد أن يطفي على شيء بأنه هو رحل ونقل لنا هذا الخبر. يريد أن يظهر أيضا بمظهر الذي أحضر شيئا جديدا وغريبا وممتعا، يعني بمظهر البطل. فكان هنالك أساطير وإضافة أيضا على هذه الأساطير من خيال الرحالة. هناك قائمة طويلة عندما نطلع على أدب الرحلات، تاريخ هذا الأدب، يعني نطلع على قائمة طويلة من الرحالة، يعني ابن بطوطة، ابن جبير الأندلسي، لسان الدين بن الخطيب، سلام الترجمان، أيهم برع في كتابة هذا الأدب؟ يعني إذا أردنا أن نحدد شخصا نظلم هذا الأدب. لما؟ لأن بعض الرحالة لابد أنه برع أدبيا، بعضهم برع في الوصف الإنساني، بعضهم برع في الوصف الجغرافي، لكن أنا شخصيا أفضل الكتاب الذي يتخصص في منطقة معينة، مثل كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني. هو لم يتحدث إلا عن جزيرة العرب، فبالتالي أوفى جزيرة العرب حقها من الوصف الجغرافي والإنساني والتاريخي، وبالإضافة إلى اللغة الجميلة. فهذا يعني يعتبر من أجمل كتب الرحلات أن تكون متخصصة. يعني هذا في رأيك أنه هذا رأيي أنا. طيب لماذا الجزيرة العربية؟ يعني لأنه متخصص هناك، ليس لأن الجزيرة العربية كجزيرة عربية، لكن كلما تخصص الأمر كلما كان أكثر دقة وإيجازا، ويعني دقة وإيجاز بنفس الوقت. يعني هو ليس بالضرورة أن يكتب كل شيء عن هذه المنطقة، لكنه مختص بها، فبالتالي لم يترك شيئا إلا وتحدث عنه، إلا ووصفه عن هذه المنطقة. أما عندما تتفرع الأمور وتصبح عمومية أكثر، ورحالة يتنقل من مكان إلى آخر إلى آخر ويصف لنا ما يرى، فهذا يعني يبعده عن الأسرار الخاصة بالمنطقة، عن أن يكشف خبايا المكان والزمان والعلاقات الإنسانية. كلما مكث أكثر في المنطقة عرفها أكثر، واستطاع أن
يوصل القارئ إليها، وكأنه هو الذي ارتحل وهو الذي شاهد. هذه الرحلات هل كانت من قام بها؟ هل كان بهدف الاستكشاف أم ظروف معيشية طرت الاكتشاف هذا الرحالة؟ ليس بضرورة. مثلا ابن جبير كان الهدف الرئيسي لهذه الرحلة هو أن يكفر عن ذنبه في شرب الخمر، يعني هو طلب هذا الأمر عندما رفض أن يشرب الخمر واضطر إلى شربه. ذهب في هذه الرحلة من باب أنه يريد أولا أن يصل إلى المناطق المقدسة ويصفها ويؤدي مناسك الحج، ونوع من أنواع التكفير الذاتي النفسي. ليس بالضرورة، بعضها قد يكون أهداف سياسية اجتماعية ثقافية، ممكن أن يكون مرسل إلى المنطقة، يعني بعضهم عنده رغبة الاستكشاف والبعض الآخر كانت ظروف أخرى. يعني هو حسب المعلومات أنه عاش بحدود 10 سنوات يمكن أظن في مكة تقريبا. نعم، غيرت من سلوكه يعني بلا شك. نعم. بلا شك، وغيرت كثير من أفكاره، وبدأ ذلك في كتابته. كان متأثرا جدا بوصف المناسك الدينية، يعني كان حتى في الخطاب اللغوي، نحن يعني عندما نريد أن ندرس تركيب الجملة الاسمية والفعلية، يعني أنه عندما يميل الإنسان إلى استعمال الجملة الاسمية كثيرا في الوصف فهو يريد الثبات. فهو كان فعلا في وصف المقدسات الإسلامية في الحديث عن الإمام والخطيب وما ما له علاقة بهذه الأمور يلجأ كثيرا إلى الثبات الإسمي وإلى كلمات معينة تدل على الوقار، كلمات تدل على الكثرة، كلمات تدل على التميز، كلمات تدل على العدد، كلمات تدل على التفضيل. لكن لا، في وصف التضاريس والطبيعة وما إلى ذلك لا نجده يستعمل هذا. نعم، أنت توقفت الآن عند يعني اختياره الجملة الإسمية. البعض أو بعضهم يقول أن اللغة العربية الجملة في اللغة العربية جملة فعلية. طبعا هذا يعني هذا وارد، آراء كثيرة موجودة في اللغة العربية، يعني إذا عدنا إلى اختلاف النحويين الكوفيين والبصريين واختلاف العلماء في ذلك، يعني الحركة هي الأساس، وأيهما أسبق حتى في بعض الآراء، أيهما أسبق المصدر أم الفعل؟ هل الفعل هو أصل اللغة ولا المصدر هو أصل اللغة؟ هذه المسائل أنا أرى بأنها مسائل لا داعي للنقاش بها، ليست جوهرية في شيء. يعني هل كمان من ضمن هذه المسائل أيضا اللي هي مسألة اللغة، هل هي اصطلاح أم هي يعني توقيفية؟ هذه مسائل الغوص بها لا فائدة منها. نعم، نسمع قصة أخرى إن شاء الله. سأقرأ من قصة أحبها جدا وهي وأصبح له غيري. طعنت نفسي بيدي ومسحت دمائي قبل أن يراها. كانت الليلة الأولى التي يستحم بعطرها، وليلتي الأخيرة التي أودع بها عطره. لن أسمح لدمعة كبرياء بالتسلل لوجه المحترق. سرت في جسدي قشعريرة غريبة، تخللت أوردتي، سحقت ما بها من دماء حية، وصبت نار لهيب فيها لا تطفأ. لم تدفئني أغطيتي ولا أنفاسي الحارة. كان لي، كان خاصتي في صقيع سرير بارد يحتوي بقايا جسد وحيد. تبلدت مشاعر الأنوثة في صمت ليلي الطويل. عاتبتني فكرهتها، نازعتني فالتهمت جرعة ضحك غريب داهمني. ضحكت كثيرا حتى امتلأت عيوني بالدمع، الدمع الذي تبرأ مني، فاض مني، فلم أعد قادرة على السقوط. ذاك السقوط كان آيلا للصمود، لم أعد أحتمل تزيين نفس ليست لي، وما عادت قواي تسعفني على التغني، على التغني بموت شيء شاطت رائحته بين خلايا جسدي. أحترق كنار مستعرة تتأجج دون مساومة، تشتعل الذكرى في ركن لم يعد يصلح للنسيان، وأضحك من جديد. لا يسمعني أحد غير جدران باردة تلفني وتحملق في جسد محموم يرتعش. هو الجسد نفسه الذي ذاق وخز إبر تلقيح عدة. لعلني أكون أما يوما وما كنت. ليتني لم أكن عقيمة
لأحتفظ به وحدي دون دخولها صومعة عشقي له. ليتني استطعت أن أنطق عندما قالت لي يوما هازئا: تفرغي لصلاتك ودعائك فالموت قد يزولك قريبا. والقصة طويلة، أكتفي بهذا. جميل 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 حقيقة. هذا يعني هذه اللغة الصافية والأداء الجميل يعني يأخذ المتلقي في رحلة خيال ممتعة جدا. يعني نتحدث عن موضوع المسابقات الأدبية. أنت يعني شاركتي في مسابقات أدبية كثيرة ونلتي جوائز خلال يعني في مجال القصة، مجال المسرحية. المشاركة بالمنتج الأدبي في هذه المسابقات، ألا ترين أنه يلحق بعض الأحيان يلحق به غبن؟ يعني ربما مزاج اللجنة التحكيمية يلعب دورا سلبيا في تقييم هذا المنتج. بلى نعم، أرى هذا الشيء موجود. ووفقا لأمزجة المحكمين، بعضهم يميل لهذا النوع من الكتابة، بعضهم يرى به نفسه، بعضهم يعني يتأثر بشيء له علاقة بماضيه هو، فبناء عليه بيحكم على القصة بأنها جميلة أو لا. هذا موجود، هذا إن كان هنالك فعلا مصداقية في التحكيم، وقد لا تكون المصداقية موجودة، وهذا كثر في المسابقات يعني للأسف الشديد. نادرا جدا أن تكون المسابقة نزيهة. نعم. أيضا أنت شاركت في كعضو تحكيم في كثير من الملتقيات الأدبية، كيف تقيمين يعني الانتاجات الأدبية التي قدمت من خلال هذه الملتقيات أو المشهد الأدبي في الساحة العربية؟ يعني بعض اللجان التي شاركت بها عندما كنت أعمل في السعودية، بالنسبة للغة طبعا يعني اللغة لم تعد كما هي سابقا، في هنالك انحدار باللغة. التحكيم الأخير الذي كنت به في الأردن كان في ملتقى عجلون، كان هنالك نصوص جميلة وكانت هناك نصوص ضعيفة، يعني الأمر يتراوح بين الجانبين، لابد أن يكون هنالك الجيد وأن يكون هناك السيء، لكن للأسف أن اللغة في انحدار والنصوص ما عادت بالقوة نفسها. وهنالك الآن توجه جديد لكتابة القصة القصيرة جدا والومضة وقصيدة النثر، وكأن التخلص من القيود التي يرونها وهم قيود تجعل الأمر أسرع أن يكتب. ممكن مواقع التواصل الاجتماعي لها يعني أساس في ذلك، كل من يكتب ومضة يعني عاطفية نفسية يرى بأنها فن قصة قصيرة جدا، كل من يكتب شيئا يسمى شعرا يرى بأنه قصيدة النثر. يعني هذا الأمر الآن في اختلاط وفعلا بحاجة إلى إعادة غربلة من أجل استخلاص النصوص المميزة. نعم. القاصة والأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة نهلة شقران، شكرا لك على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا على قناة الرافدين على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم.
في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وأعدكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.